السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل فطير، واوريكم الطريقة اللي انا بعمل بها الفطير. انا جايبة هنا 5 كيلو دقيق، ماشي، انا هنا احط معلقة سكر ايه كبيرة عشان الدقيق كتير شوية، وهحط معلقة ملح كبيرة، وهحط معلقة ملح اهي برضو، معلقة الملح، والمية بقى على حسب العجن، على حسب ما نعوز مية قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنعوز مية كتير عشان الدقيق كتير، وانا بقى هعجنها وهرجع لكم تاني. وانا رجعت لكم اهوت وعملت العجينه، عجنتها لحد ما كانت بقت كده، وشايفينها طريه ازاي، شايفينها عامله ازاي، تقدروا تعجنوا فيها، بس اهم حاجه ولا تخلوها ناشفه ولا طريه، اهي تبقى حلوه. وانا هسيبها تستريح ساعه، لازم تسيبها تستريح ساعه، هسيبها تستريح ساعه وبعدين هقطعها معاكم واوري لكم انا بعد بعملها ازاي. وانا جايبه سمنه بلدي اهي، هطلع منها وهسيح وهوريكم معايا. وانا وقت قعدت العجينه ساعه وما سيحت السمنه، وادي الزيت، الزيت دوت اللي انا هدهن بيه ايدي وانا بقطع العجينه وهوريكم معايا. وانا وقت هدهن ايدي زيت وهقطع العجينه، شوف العجينة اهي، هعمل واحدة كبيرة وهنا بقى العجينه الكبيره اللي انا عملتها دي انا هحط عليها في قلبها من جوه 13 واحده صغيرين عشان تطلع مورقه معانا وتطلع حلوه وطريه، فانا هعمل ايه 13 واحده صغننين كده اهو بالحجم ده. اهو بالحجم ده هعمل 13 واحده عشان احطها في الواحده الكبيره اللي انا عملتها، واخلص وهرجع لكم تاني. وانا قطعت معاكم العجين ورصيته، انا عملت بتاع 7 فطيره وعملت لها كل واحده 10، ما عملتش 13 عشان لقيت الصينيه صغيره شويه، وانا هنا فردت واحده اهيت وحطيت عليها 3 اهي، بجيب الواحده كده الصغيره بفردها، بفضل افرد فيها كده على اللي جويها، واجيب واحده كمان لحد ما تخلصي العشرة. اهم حاجه تكتري السمنه عشان تطلع معاكي حلوه ومورقه. هنفضل نفرد فيهم كده وانا اوت بقى هلمها اهي، انا حطيت دلوقتي 10 جويها، ولمها كده واحط سمنه اهو، تلميها كده وبعدين هنلمها كده اهو
وانا لميت معاكم الفطيره اهو دي، وهشيلها اهو كده واروح قلبها حطها في الصينيه كده اهي بالمنظر ده، وهسيبها بقى كده اهوت لحد ما تستريح شويه، وبعدين هفردها. وانا بفردها هفردها بسمنه برضو، وانا بفردها برضو هوريها لكم. وانا جبت اهوت العجينه كبيره برضو، قلت اوريها لكم تاني، اوريكم واحده كمان، وفردتها اهوت، وهجيب واحده صغيره واحطها، ونحط سمنه زي ما قلت لكم، نكتر السمنه عشان السمنه اللي هتطلعينا الفطير كويس، وتكون السمنه مش مجمده، تكون سايحه سايحه ودافيه، تكون ما هي دافيه تطلع الفطيره طريه ما تطلعهاش ناشفه. هنحط واحده كمان، هنحط زي ما قلت لكم العشره اللي انا قلت لكم عليها الصغيرين في قلب الكبيره، كل واحده هتحط ما بينها سمنه. واحنا لسه هنسيبها تستريح تاني في قلب الصينيه اهو. وانا حطيت اهوت العشره على الفطيره، وهلمها زي ما انا قلت لكم اهو. وانا لقيت الفطيره استريحت معايا شويه اهي، بصوا بقت بتتفرد ازاي عشان سبتها استريحت بعد التقطيع، بصوا بتفرد ازاي معايا. احنا بقى نحط سمنه كده وهتفردوها كده اهي. هي الصينيه طلعت معايا صغيره شويه اهي. تبداوا تفردوا فيها كده اهو بالسمنه، تحطوا سمنه. وانا هفضل بقى هفردهم كده، انا عامله اهو بتاع 5 صواني عملتهم، ولسه الباقي هو بتاع الطبليه لسه ما عملتهوش، فانا هسوي دولت وبعدين هرجع لكم تاني، هدخلها الفرن وبعدين هرجع لكم تاني. وانا اهوت هدخل معاكم في الفرن، انا مولعه من فوق ومن تحت عشان الفرن يسخن، عشان هو عايز درجه حراره عاليه. فاحنا طبعا ما عندناش الفرن اللي هو اللي بغبيز، فانا عندي الفرن دوت هحط فيها قدامكم، مولعة من فوق ومن تحت ومعلية على الاخر، بس من فوق لا ما تعلوش من فوق من على الاخر. وادي الصينية التانية اهي اهو، وهوريه لكم برضو لما يطلع معايا. وانا اهوت بقى خلصت الفطير، ومش قادرة اقول لكم ما شاء الله الله هو اكبر طالع جميل، لاني انا كنت عملته قبل كده صراحة وطلع ناشف، لان درجة الفرن كانت درجة الحرارة بتاعت الفرن كانت واطية، عشان كان فرني يعني بتاع زمان وكده، فما شاء الله الفرن دوت ما شاء الله مطلعهولي حلو اهو، بصوا مورق ازاي اهو ما شاء الله عليه. وانا هقطع لكم منه، بصوا طري وما شاء الله عليه جميل اهو، بصوا طري ازاي اهو، وحتى مع عسل وطحينه وجبنه، اللي عايز ياكل جبنه ياكل، عايز ياكل عسل وطحينه ياكل. مش قادره اقول لكم بقى ما شاء الله الله اكبر عليه. وانا هقطعه لكم معايا معاكم واوريه لكم اهو، شو ما شاء الله الله اكبر عليه، طري ازاي، شو عامل ازاي اهو ما شاء الله الله اكبر عليه جميل. والطريقه اللي انت تفردي واحده كبيره وتحطي فيها 13 واحدة صغيرين على حسب الصينية، على حسب كبر الصينية، هتحط الصغير ده على حسب كبر الصينية، انا عشان الصينية مش كبيرة معايا قوي فحطيت 10 واحد صغيرين على واحدة كبيرة. وادي ما شاء الله طلعتي معاكم اهو، طلعتي سويت ثلاثة بس اللي سويتهم، بسوي التانيين اهو وتوريهم لكم معايا، بصوا عامل ازاي، بصوا الفطير ما شاء الله عليه. هو اهم حاجه اللي مش عايزاه يطلع ناشف كتري له السمنه، درجه الحراره تبقى عاليه، لان كنت مولعه الشوايه
كنت مولعه الفرن، بس خلي الشوايه واطيه شويه، ما تكونش عاليه قوي. بس عامل ازاي؟ ما شاء الله اكبر عليه، وبالهنا والشفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.